الموت. تلك الكلمة التي تخشى أنت سماعها، شعورك الحتمي بالقهر والرعب والقسوة، ذلك الداء الذي لا دواء له، والمشروب الذي سيشربه جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأعراقهم، فهو النهاية الحتمية للأشياء جميعا، هو النقطة الأخيرة التي تكتب دائما في نهاية السطر. لكنه لم يكن أبدا بنقطته الأخيرة، فقد عاد من الموت مرة أخرى، عاد بعدما فارق الحياة نهائيا لما يزيد عن 4 ساعات متواصلة، 4 ساعات من الوحشة والخوف، وتوقف كامل لأجهزة الجسم جميعا ليرى أشخاصا غريبة وأحداثا أغرب. فماذا رأى طوال 4 ساعات من أحداث مستقبلية غريبة؟ ومن هم الأشخاص الذين قابلهم وتحدث معهم أثناء موته؟ كيف عاد أصدقائي إلى الحياة مرة أخرى؟ كيف تغيرت حياته وانقلبت رأسا على عقب بعد تلك الواقعة المرعبة والفريدة من نوعها؟ كل هذا وأكثر نعرفه سويا في حلقتنا اليوم عن ذلك الشخص العائد من الموت. قبل أن نبدأ، لا ننسى أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مشروبكم المفضل واستمتع. بطل قصتنا أصدقائي هو العميد الطيار عبد المحسن ابن فهد السعدون. ولد في مدينة الناصرية بالعراق، وينتمي إلى أسرة آل سعدون، وهي أسرة يرجع نسبها إلى الأشراف من سلالة أمراء المدينة المنورة. كان السعدون سياسيا كبيرا ذو علاقات واسعة جدا مع العشائر العراقية، وكان يعمل طيارا عراقيا ذو شأن كبير للغاية. لكنه عندما كان يحلق ذات يوم في إحدى الأماكن بشمال العراق، طلب منه القادة السياسيون والعسكريون بأن يقوم باستهداف إحدى المواقع، لكن سعدون رفض تنفيذ هذه الأوامر وبشدة، وأبلغ القيادة السياسية والعسكرية برفضه هذا الأمر لما يوجد من أشخاص مدنيين في هذا المكان، لينسحب من الموقع ويعود مرة أخرى إلى وحدته. هنا تمت معاقبته لرفضه تنفيذ الأوامر، فدخل السجن وظل به لمدة 1 عام كامل لا يرى أحد ولم يقابل أحدا قط، وكأنه في قبره بكل ما يحمله من وحشة غريبة وقسوة مرعبة. ففقد الأمل نهائيا في الخروج من هذا المأزق الذي فرض عليه. ساءت حالته النفسية، وشعر وكأنه لن يستطيع أن يعيش مرة ثانية. أصيب بالكثير من الأمراض والتي لم تكن أبدا سببا لموته، ففكر وبجدية شديدة في إنهاء حياته، فأخذ كمية كبيرة من الدواء في آن واحد بغرض الانتحار. وفي ذلك الوقت شعر وكأن جسده بالكامل يرتفع عن الأرض ليحلق في السماء مثل الطير، فخرجت روحه ووقفت ورأت جسده المتعب وهو مستلقا على الأرض في مشهد لا حول له ولا قوة. ليشعر فهد السعدون حينها ببرودة شديدة للغاية، كأن روحه نظرت إلى جسده بابتسامة لم يعرف سببها، وظلت ترتفع إلى السماء. وحينها فقط جاء إليه شخصان يرتدي كل منهم لباسا أبيضا غاية في الجمال. توقف جسده عن الارتفاع واستقر بالسماء في مشهد هو الأغرب على الإطلاق. ليحكي السعدون أن أشكالهم لم تكن واضحة لهم مطلقا، فكان الغطاء الأبيض يغطي جسدهم بالكامل. وبعد فترة ليست بالقصيرة وصمت خيم عليهم بشكل مرعب. خرج أحدهم عن صمته وسأله: لماذا فعلت ذلك وأنهيت حياتك؟ ألا تدري أن ذلك شيء محرم؟ وقتها خرج فهد أيضا عن صمته وسرد ما حدث معه وما تعرض له من ظلم ويأس لم يستطع تحمله، فكان فاقدا للأمل ومتعبا، وكانت حالته النفسية مدمرة بسبب ما وقع عليه من اعتداء نفسي يصعب على العقل البشري استيعابه. ووقتها نظر الرجلان إلى بعضهم البعض، وبعد ثوان معدودة قال أحدهم: لقد تم العفو عنك، وسوف نعيدك للحياة الماضية
مرة أخرى. انتبه صديقي، فهذه الحكاية رواها فهد السعدون بنفسه، ثم قالوا له: ولكن أهم شيء انظر إلى الأسفل لتعرف لماذا عفونا عنك. وبالفعل نظر إلى الأسفل ليرى الطائرة التي كان يقودها في مشهد حقيقي أمامه، ويرى المشهد يتكرر مرة أخرى وهو يرفض وبشدة أوامر السياسيين والعسكريين ويمتنع عن إيذاء المدنيين، ويرى الطائرة وهي تسقط بمجموعة من الأشخاص، ليخبره الرجلان أنه لولا هذا العمل الشريف والعظيم ما أعطيناك أي فرصة أخرى، وكنت واحدا من ضمن الاثني عشر القادمون إلينا باكرا. حينها اندهش فهد وسألهم من هم الاثني عشر. أشار أحد الرجلان إلى مكان غريب للغاية، فوجد فيه سلالم شاهقة الارتفاع ينزل منها 11 شخصا، وقالوا له: هؤلاء الأشخاص ننتظرهم باكرا عندنا. فسأله الشخصان: هل تريد أي شيء قبل رحيلك؟ سألهم بخوف شديد: هل عامل الزمن عندكم مثل عامل الزمن عندنا؟ قالوا له: لا، الزمن هنا مختلف تماما عن الزمن على الأرض، وانظر بنفسك لتعرف وتتأكد. فنظر فهد فرأى نفسه وهو طفل صغير مع أمه، وكأنهم يعرضون أمامه شريط حياته بكل تفاصيلها، الجيد منها والسيء، ليرى نفسه من يوم ميلاده، وحتى أنه رأى نفسه في أكثر من موقف كان قد نسيهم جميعا بسبب صغر سنه. قالوا له: أنت رأيت كل حياتك 30 عاما في أقل من ثانية، فهذا هو الزمن عندنا. ليتعجب فهد وينظر إليهم في دهشة غريبة، وبعد لحظات من هذا الشعور الذي لم يقدر على وصفه، شعر مرة أخرى وكأن جسده يعود إلى الأرض من جديد، فسمع بعدما نزل الأرض صوت نقله إلى المشفى، والطبيب وهو يتحدث بجواره عن حالته الصحية، ليستيقظ من موته ويعود إلى الحياة بعد مدة ليست بالقصيرة على الإطلاق. ليتساءل الأطباء حينها: كيف عادت أجهزة جسده للعمل مرة أخرى بعدما توقفت نهائيا؟ وكيف ظهرت دقة قلبه بعدما اختفت كل هذه المدة؟ فقد استيقظ بطل قصتنا في اليوم الثاني واستوعب كل ما حدث له، ظل حائرا لفترة طويلة من الوقت يتذكر كل شيء حدث معه ويرى كل شيء أمام عينه وكأنه يشاهد فيلما تلفزيونيا. وعندما خرج من المشفى قرر زيارة طبيب نفسي ليوضح له سبب ما حدث معه ويعرف بالتفصيل ما رأي الطب في ذلك. بالفعل صدقه الطبيب النفسي وقال له أن كل ما شاهدته حقيقي، لكنه قد يرجع إلى الحبوب التي تناولتها، وربما بسبب الهلوسة الناتجة عن شيء آخر. وبعد مرور يومين فقط علم فهد أن طائرة الرئيس سقطت ومعه 10 أشخاص، منهم وزير الداخلية وآخرين. ليتحقق ما رأى فهد بالتفصيل أمام عينه وتنقلب حياته رأسا على عقب. أخيرا قد خرج من سجنه وبشكل نهائي وأصبح واحدا من أهم مشاهير العالم. عاش فهد حتى حكى حكايته في إحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة. وعلى الرغم من عدم وجود أي تفسير علمي أو طبي حدث معه، إلا أنه كان على تأكد أنه قد فارق الحياة وعاد إليها مرة أخرى. فهل هذا يعقل؟ هل تعتقد أنه يمكن أن يعود شخص ما إلى الحياة بعد الموت؟ هل يمكن أن تعود أجهزة الجسم إلى العمل مرة أخرى بعد التوقف النهائي؟ أما من حيث توقف الأجهزة عن العمل فهذا قد يحدث، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد تقول الآن: يا صديقي، ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ فإذا حان أجل فهد فلا يمكن أن يعود إلى الحياة مرة أخرى. ولكن أقول لك: وكيف علمت أنه قد حان وقت أجله؟ أتمنى أن تشاركني رأيك بالتعليقات. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.